تعالوا نشوف أي واحدة لو اختارت اختيار غلط وأجبرت إنها تكمل تعمل إيه؟ والقانون يجيب لها حقها إزاي لما تيجي تمشي وتفوق؟ ألو، مساء الخير الأخير أستاذ مريم، أحمد فؤاد، أخبار حضرتك إيه؟ معنا أستاذ أحمد ازي فؤاد حضرتك؟ المحامي يا رب بالنقط، حضرتك أخبارك ايه؟ إيه؟ اهلا بحضرتك إيه يا مريم. رأيك في اللي سمعته ده يا فندم؟ والله موضوع يعني صعب قوي تحمل سماعه حتى، ومسؤولية كبيرة، طبعا وحد ظروفه الاجتماعية والاقتصادية صعبة، وست أطفال، ازاي بقى الشخص اعرف اثبت دخله وهو عمال يتهرب مني؟ ما سواق ميكروباص ده بنثبت دخله ازاي؟ سواق توك توك، سواق ميكروباص، سواق تاكس زي ما بتقول، ايه؟ لا، ده موضوع قضائيا سهل جدا، لان الموضوع ده ليه 3 محاور. اولا المحكمه بيحق ليها طبقا للقانون انها خلال 30 يوم من رفع الدعوه انها تحكم بنفقه مستعجله، وتبقى واجبه النفاذ، وتبدا انها تنفذها، وليها طريقتين. خلال 30 يوم. 30 يوم، اتفضل، قول ثلاثين الطريقتين يوم يا حد فندم. اقصى، كويس. وليها طريقتين، طريق من عن طريق بنك نصر اجتماعي انها تصرف جزء من النفقه مباشره، فتقدر تتحصل على مبلغ من بنك نصر الاجتماعي بموجب الصيغه التنفيذيه اللي هتكون موجوده معاها حتى بالنفقه المؤقته. الجزئيه الثانيه انها تقدر انها تحجز على اي مال لي او كده. ومن ناحيه ثالثه المحكمه بتمكن في موضوع التحري عن النفقه، عن دخل الزوج، فقسم الشرطه هو اللي بيتحرك، فبيقدر يوصل للشخص ده بيعمل ايه وبيتدخل ايه عن طريق شيخ الحاره والاداره البحث اللي موجوده في قسم الشرطه. طب لو النفقه دي مش المشكله كمان مكفيه بقى، نعم، اجيب بقى ازاي منه بنك فلوسي نصر وهو بيدي في في حدود السجن؟ 500، دي الحته اللي بنوع عنها المشرع لازم يتدخل فيها. بنك نصر بيدي في حدود 500 جنيه بس، طب وهي وده عندها غير ست كافي. عيال، نعمل ايه بقى يا استاذ طبعا غير احمد؟ كافي، يعني الطفل الواحد مش مكفيه 100 جنيه في الشهر، لا كويس. وبالتالي يبقى هنا عندنا حته ممكن نعملها انها ترفع 5 قضايا نفقه. يعني ايه خمس خمس قضايا قضايا نفقه؟ ده بيفرق في ايه العدد؟ كل طفل ترفع ليه قضيه، مش قضيه واحده بالسته، يعني نرفع 6 قضايا نفقه للست 6 عيال، قضايا، فبقى يبقى عندها 6 احكام وهي بقى تقدر تاخد مثلا نفقه متعه او تاخد مؤخرها. هي ايه حاجاتها هي لوحديها، وحاجه الاولاد حق لوحديها. فالست احكام بالنسبه للاولاد يبقى 6 احكام هتقدر تنفذهم، يعني بنتكلم حد اقصى 500 جنيه في 6، يبقى ممكن حدود 3000 جنيه تصرفهم من بنك مصر شهريا. حلوين، رضا. طب لو عرضت وبالتالي عليك زي ما بعمل النصيحه كل اللي بقولها مره، لها ان النصيحه اللي بقولها لها انها لما تيجي ترفع قضايا ترفع 6 قضايا، مش كلهم في قضيه واحده. لا، ما هي مش حضرتك مش هتضطر تقول لها النصيحه غير وجها لوجه، عشان حضرتك لا تتبنى الحاله، صح؟ لا، تحت امرها طبعا، زي ما بعمل طبعا كل كله. مره. ممكن تبقى معانا لا يا استاذ تحت احمد من امرها، فضلك؟ ده شيء يشرفني طبعا. شرف ليا ونورتني وتسلم لي وعلى راسي. ربنا يخليك ثانك في يو، الكل، مع تحت امرك، السلامه، تحت مع امرك، السلامه. اتفضل. طبعا احنا قعدنا نتكلم كل ده، قلنا هنأهلها ازاي ونحاول نجيب لها حقها بالقانون. طب هي نفسها في ايه؟ واهم حاجه بقى في برنامجنا اللي احنا بنحاول نصلحه وبنحاول نفكر مع بعض، لانه احنا دايما بنركز على الجانب النفسي زي ما بيقولوا. زي ما في اهالي بتقول لك انه ما بياخدوش بالهم ان عيالهم مثلا عندهم اكتئاب، يعني انا مبسوطه ان احنا في قصه حقيقيه نورنا الحته دي، ما بياخدش باله. يقول لك انت مش واكل فراخ امبارح، عندك اكتئاب ليه؟ لا، المرض النفسي موجود، وطول ما احنا شايفين مشاكل كده في مجتمعنا ما كناش بناخد بالنا زمان، فكان ممكن حالته النفسيه تسوء، ممكن فجاه ساعات لا قدر الله بيسبب وفاه، بيجيب جلطات، في ناس بتموت بجد. فلو احنا بنتكلم النهارده عن مرض نفسي، الست دي نفسيتها تبقى عامله ازاي؟ طب ولادها هيطلعوا عاملين ازاي؟ طب دول هيفيدونا في المجتمع ولا هيطلعوا يلومونا؟ ولا هيبقوا ناقمين علينا وشايفين ان احنا ما ساعدناهمش وشايفين ان هم اتظلموا بزياده، فممكن يظلموا حد تاني. فكروا معايا في اللي انا بقوله، نفسيا ده مهم قوي.